طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. ها هي البداية إذن، يتجدد اللقاء مرة أخرى بين الفريقين في هذا الموسم، مباراة مرتقبة هنا. بسرعة ينجح في استعادة الكرة. جوتي مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألب. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردت فعل جوتي، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. عنده الطول المطلوب لكي يستغل الضربة الركنية بأفضل شكل ممكن. إبعاد الكرة بدون أي مخاطرة. كرة جول! الحارس مرة أخرى يمكن فريقه من كرة خطيرة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. برشلونة يحصل على ركنية ثالثة مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. ميسي يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. الآن فرصة لهجوم معاكس. الخطورة الآن في الجانب الآخر. إيسكو يلعبها على طرف الملعب. التحدي كان صعب لكنه نجح في النهاية. هيرنانديز تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. تيو هيرنانديز عاد اكتشاف نفسه مؤخرا، قدم مستويات كبيرة تثبت أنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم حاليا. عنده انضباط كبير في الملعب ويلعب دور حاسم في الملعب سواء في المستوى الدفاعي أو الواجب الهجومي. جيلبرتو سيلفا وفي الأخير ينجح الحارس في الوصول للكرة. يوزي بيريس حتى الآن بدون أهداف. عدى وتوغل هنا، لمسة على اليسار. الإمكانية الآن، التسديدة الثانية هنا، فعلوها، سجلوها في الشباك. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرمى بمفردة. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التوقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. ميسي، ليونيل ميسي،
تسديده. الله على الروعة، كورة جميلة يا جماعة، جميلة في حلق المرمى. بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. تمريرة حاسمة مميزة جدا هنا، هذه العرضية سهلت من مهمة الضربة الرأسية. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى يتجاوز هذا الضغط الرهيب. إيسكو، رافائيل لياو يلعبها في المساحة، عرف كيف يمر. وان ميراندا يشتت، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. رودريغيز بدون مخاطرة يعود بالكرة. سوكراتيس، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة. الفريق على فرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى الآن. تعادل في رأيي نتيجة عادلة لهذا الشوط الأول، وراح نشوف ما سيحدث في شوط المباراة الثاني. والكرة تعود للدوران هنا مع انطلاقة الشوط الثاني. برشلونة تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن فرصة الآن. تدخل حاسم من الحارس، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. وان ميراندا نجح في الاعتراض. يوزي بيريس، وان ميراندا، رودريغيز، إيسكو، كرة تلعب على اليمين. في الوقت المناسب يتدخل. تمريرة كارثية يا جماعة، توغلوا في هذه فرصة. يا عيني على الكرة في المرمى، يا عيني على جمال الهدف وروعته، أي إبداع هذا. أوه، يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. ولديهم تقدم بهدف وحيد. هالاند يتدخل ويقطع الكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. بكل أمانة لا أعتقد أنهم قادرين على العودة في ظل هذا الأداء. عليهم أن يفعلوا شيء، يغيروا من شيء في هذه المباراة. تحركوا، افعلوا شيء من أجل العودة. يا لها من مراوغة، إمكانية مرتدة الآن. رافائيل لياو، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. إيسكو، ويليان جوسيب، أليساندرو كوستا كورتا يبعد الكرة عن مناطقه. انخطفت الكرة، يمر ويلعب كرة بينية. الله على المهارة. وان ميراندا يبعد الكرة، قد تكون هذه فرصتهم. إبعاد الكرة بدون أي مخاطرة، بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. وان ميراندا، تمريرة بدون تركيز. إيسكو، بدون شك يوجد مخالفة هنا.
Substitution on the field. Number 22, Isco. Number 12, coming on the field. Number 8, Nabil Fekir. Number 11. Substitution in progress. برشلونة يسعى بشدة لتحقيق التعادل في هذه المباراة. يجب عليك أخذ المجازفة. المخاطرة الآن في هذا الموقف ليس لديك ما تخسره. لابد أن تقدم كل ما تملك لإنقاذ الموقف. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. هذه خطيرة، هذه خطيرة. يا إلهي على كورة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة. ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. دخل لقلب الموازين، دخل لصناعة الفارق. هنا يصنع الفارق، يسجل. هذا هو التأثير اللي كان مطلوب منا منذ دخوله. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. بابلو فورناس، نبيل فقير، يلعب كرة بينية. تدخل حاسم لقطع الكرة، إبعاد الكرة. يلعب كرة للجانب الأيمن. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. Substitution on the field. Number 23, coming on to replace him is number 24. رودريغيز يتدخل ويقطع الكرة. ساكا، تدخل في توقيت حاسم. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة إذن. برشلونة ينهي الموسم متعادلا في هذه المباراة الأخيرة. خير ختام للموسم هو تحقيق الانتصار. هذه النتيجة هي أفضل شيء يقدم الفريق للجماهير قبل العطلة. مباراة راح تكون بمثابة رسالة إلى المنافسين للتحضير الموسم المقبل. تشرفت بصحبتكم.